استاذ وليد، سلام ورحمه الله. سلام. ازيك يا كابتن عدلي؟ اه يا حبيبي، ازيك؟ استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ وليد. الله يخليك. بقول لحضرتك كنت عايز اتكلم في نقطه كده، بس انت حضراتكم قلت مش عايزين نحدد اسماء. انا كنت عايز اتكلم بس بخصوص سياده المستشار لما كان بيقول تاني. لا 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 معلش، لا 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 مش هسمح. لا انا عايز اتكلم يا حبيبي. لا مش هسمح لك، مش هسمح لك. خلينا في التزام. احنا عايزين يا جماعه، احنا مش داخلين مكايده ومش داخلين نرد على بعض. انتهى الوضع، ردينا عليه وانتهى. طب انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ. اتفضل حضرتك. اي ردود في قضيه زي بتاعه الكفيل والكلام الفارغ ده؟ أيوة. احنا قلناها قبل كده. خلاص خلاص، رد مقنع ولا مش مقنع؟ منصور البلوي ما كانش كفيل، وما احنا قلنا كده، قل كل ده احنا قلناه. هو مصر يخش يعني الاسماء اللي انت بتقولها ده في وقتها احنا عرضناه وقلناه، وقلنا ده لما كان بيدعم كان اسمه خلي بالك ساعد البرنامج في تحقيق اهدافه. ان انت ترتقي بالناس شويه، ما تدخلناش بس كده مش يا حبيبي. أوكي. ما تدخلناش في مفهوم خلاف. مفهوم يا استاذ وليد، انا معاك. لا. اللي انت بتقوله ده اتقال قبل كده. في حاجه تانية؟ لا لحظه، مش كده وبس. لازم الاستاذ وليد يبقى بيقفل وهو مقتنع. استاذ وليد تمام، البرنامج له اهداف، الدفاع عن الاهلي وما تخافش على الاهلي، بنعمل كده خلاص. تمام والله. ليس من اهدافه الهجوم على احد. ها احنا مش بنهاجم يا حبيبي. خلاص، اصل انت على فكره اللي انت بتقوله ده معلومه قديمه كمان يا استاذ وليد. احنا مش في حاله جدل دلوقتي. تمام، ما تذكرش حاجات. احنا عندنا فريق اعداد بيعمل ايه عشان المكالمات دي تقول لنا ايه اللي بيحصل. على فكره عندنا واحد مختص بالميديا، واحد مختص بالصحافه، واحد مختص بالاذاعه، واحد مختص بالتلفزيون. يعني احنا عندنا فريق متكامل، مش هتفوتوا شرده ولا ورده، ونحن ننتقي القضايا اللي بتهم الاهلي، لكن مش هنقعد ننشغل فلان قال وفلان عاد. انتهى القضيه اللي بنقفلها، من فضلكم سيبونا احنا نصيغ البرنامج. تمام، اتفضل يا حبيبي. الحاجه الثانيه بقى بنتكلم فيها موضوع عبد الله السعيد ابننا وهنحتويه، مش عايزين حد يخش برضه يدخل حوارات عبد الله السعيد. بس يا بيه الله يبارك لك. بس ده ابننا وهنحتويه بطريقتنا وخلاص، هو غلط وهنقاومه بالطريقه اللي هتريح الناس والجماهير، ومش عايزين نضغط عليه اكتر من كده. بس الحاجه الوحيده اللي احنا عايزين نقولها وخلاص، والفتره الجايه عايزين ندي الناس اللي ما بتلعبش نديها الفرصه عشان نحكم عليها. ماشي، دي النقطة اللي كنت عايز اتكلم فيها. دي نقطة مهمة. ماشي يا وليد، بس كلمة البدلاء ومش عارف ايه. الناس اللي ما بتلعبش، لا هو رأيه صح، الناس اللي ما خدتش فرص هي استاذ لازم تاخد فرص تلعب. نبوي من الشرقية، استاذ نبوي. سلام عليكم يا ابراهيم بيه. وعليكم السلام باشمهندس عادل القيعي، طاهر القلب عفيف اللسان. يا عيني على الشراجوة لما احنا قرايبك يا ابراهيم بيه. انا مش